كابتن، خلينا ناخذ القرارات اللي اصدرتها اللجنه اللي كانت تضم دكتور قاسم لزام والزميل عدنان لفته وسعد محمد فرحان. نقطه نقطه خلينا نناقشها. نعم. كابتن يقول تحمل اللجنه رئاسه الوفد العراقي في عدم التصدي للمشاكل التي حدثت اثناء البطوله. يعني جيد. نعم. لكن اللجنه هنا اكيد راح يثور بذهنك سؤال وكل المشاهدين، يقول لك اللجنه ما تملك صلاحية معاقبة رئاسة الوفد مثل السيد علي جبار، صراحة خلينا نحكيها صراحة. صحيح. ما تملك الصلاحية لو فقط قصرت، يعني من قصرته ليش ما ترتئي معاقبته أو معاقبة كل الوفد الإداري؟ كابتن، هو إذا عاقب علي جبار يطردوهم، ايه فشلون اللجنه؟ صح لو لا؟ كابتن يعني يملكون الصلاحيه على الاعلام اللي هم ما يمثلهم. هو الاتحاد جزء بصيلي. جزء ما يطي مو موظف، هذا عنده ما ياخذ راتب من الاتحاد. نعم. من منو؟ الصحفي. اي نعم. بس اللجنه تاخذ رواتب من حقها تعاقب، يعني من حقها تعاقب، يعني ما تعاقب الاخوه، ما تعاقب نائب رئيس الاتحاد. بس اريد اعرف اللجنه يعني مخوله باصدار هذه العقوبه لو ما مخوله؟ هذا لا. سؤال لاخواننا طبعا. والله ما اعرف. ها انت من جاي تقول تقصير، لان راح نجي على الفقرات الاخرى كلها بها تقصير وعقوبات. كلها تقصير. اي صحيح. مو كلها تقصير، يعني ما اعرف. والله انا ما اعرف، يعني المفروض اللي قلت لك انا اللي يتعاقب، المفروض الاتحاد يتعاقب. نعم. لانه هم كلهم متواجدين هناك. اكيد. فكلهم متواجدين ويا اللاعبين ويشوفون من وين الخلل. نعم. فاكيد يعرفون الاسباب، المفروض هم اللي يتعاقبون، ما يتعاقب اي واحد. كابتن يعني ما اعرف، وفد المنتخب تايه تركيب الفندق ويطلع ويطب بكيفه؟ لا هو شنو اللي جاي يصير؟ ما يراقبون اللاعبين؟ واضحه، ترى هي واضحه، يعني هسه انت من تعاقب اللاعبين. نعم. يعني هي واضحه انه يقول لك احنا اللاعبين مطينهم فري. شنو مطينهم فري؟ مطينهم فري يرجع لك الصبح؟ هو محمد قاصد قال شال حتى امور بسمع. يعني امور اكبر حتى عيب ان تعلن. احنا بالنسبه احنا لاعبين، مو غشمه، احنا نعم. لاعبين وكنا ذاك النظام، يعني ما نقدر نتحرك من هنا، وكنا مع مدربين من احسن المدربين ترى بالعراق. نعم. يعني ويعرف شلون يقود الفريق واحسن لاعبين ولاعبين كبار، فما معقولة انه انت تجي اليوم المدرب يعطيك فري تطلع من الصبح تجي ثاني يوم الصبح. وين اكو فري؟ فري انا اقول لك يعطينا الفري ساعتين ثلاثة مو اكثر. نعم. روح مثلا، روح تعال ساعة، تعال على العشاء. او عفاك من الوردة التدريبية اليوم راحة استجمام. إيه هذا اللي نعرفه يعني. حتى لو انت مثلا اليوم ماكو تمرين، من الصبح تعطيها، بس الحد اعطيك حد، انت اللاعب، انت بطولة، انت مو لعبة وثاني يوم راجع لأهلك، انت نعم. بطولة راح تستمر. نعم. حتى لو عندك 3 ايام او 4 ايام، لان انت هاي البطوله راح تتعب، انت تطلع من الصبح لليل راح تتعب، فانا نعم. اعطيك الفري، روح انت فري، بس انت وقت بيها، وقت نعم. فلان ساعه انت المفروض تيجي حتى ترتاح، تنام ترتاح. نعم. لان عندك مباريات وعندك تمرين. اكيد اكيد. كابتن خلينا نروح للنقطه